السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله فضيلة الشيخ. وحي الله الطيبين، أرجوك بالله أن تكون كريما في قولك وفي سؤالك وفي تناولك لأصحاب النبي محمد. إن شاء الله. عندي سؤال فضيلة الشيخ حول ما ذكره ابن حزم في المحلى عن نقلا عن ابن أبو حنيفة في صفحة 253، نقلا عن أبو حنيفة أنه قال: لا حد على ذلك إلا ولا حد على تزوج من أمه وولده وابنته وأخته وجدته. نعم نعم. صحيح أن أبو حنيفة لا يرى حد لمن زنى بأمه أو أخته أو عمته أو خالته كما نقل ابن حزم؟ لا لا لا, لا لا لا، هذا النقل خطأ وفيه نظر من عدة وجوه. إنما المفهوم عقوبة أكثر من الحد المعتاد. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يقال له أبو بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه كي يأتيه برأسه. ليس الأمر كما زعمت من أن الأحناف يسقطون الحدود عن المحارم، هذا ليس من نهج أهل السنة أبدا. أفق وفي إلى رشدك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسأل حضرتك يا شيخ عن حاجة أنا مش فاهمها، يعني هو سيدنا الحسين رضي الله عنه أرضاه قتل في العراق. نعم. فمعلوم إن الجسد مكان ما قتل والروح ذهبت إلى البرزخ كما هو معلوم، فإيه وضع ليه المقام في مصر؟ وهل هو زيارته دي تغني على إن إحنا مثلا هذا من الإيرادات التي ترد على من يقول إن الحسين مدفون في مصر؟ فما أدرانا أن الحسين مدفون في مصر؟ ترين الحسين له قبر في أكثر من دولة، وكل هذا ليس عليه مستند، فليس عندنا مستند أن الحسين مدفون في مصر، إنما الحسين قتل هنالك بالعراق. فكلامك صحيح وإرادك صحيح على هؤلاء الذين يذهبون ويتبركون بالحسين ويتمسحون به ويشركون بالله هنالك بقولهم مدد يا حسين، كما يشرك الشيعة بالله في طوافهم كهذا الدراجي كأمثال هذا الدراجي الذين يطوفون بالبيت ويقولون مدد يا حسين يا حسين يا حسين يا حسينا، يطلبون منه كشف الضر وجلب النفع، والذي يكشف الضر هو الله والذي يجلب لنا النفع هو الله. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دعني أكمل أسئلتي وقدرتك طالعة عدل شفيتك رحمة. ما أدري ما مراد هذا الشيعي سائر الدراجي المتلون بأسماء غريبة يضيع أوقات المسلمين، ولم أره سأل سؤالا نافعا، فأرجو وقد رأيته مرارا يسأل أسئلة يريد بها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دأب الشيعة، ويريد بها الطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وبعد يريد الطعن في أئمة هذا الدين. فلهذا ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. أعتذر لإخواني في القناة ليس لهذا الشيعي عن استقبال أسئلة مثل هذا المهاجم لأصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. السلام عليكم. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة غير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة. عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ دعني أكمل أسئلتي وقدرتك طالعة عدل شفيتك رحمة. ما أدري ما مراد هذا الشيعي سائر الدراجي المتلون بأسماء غريبة يضيع أوقات المسلمين، ولم أره سأل سؤالا نافعا، فأرجو
وقد رأيته مرارا يسأل أسئلة يريد بها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دأب الشيعة، ويريد بها الطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وبعد يريد الطعن في أئمة هذا الدين. فلهذا ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، اعتذر لإخواني في القناة ليس لهذا الشيعي عن استقبال أسئلة مثل هذا المهاجم لأصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. السلام عليكم. هذا وإلى فصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمنكم تنهل الأرواح راحت طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة، يقول مستعينا بالله